لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو ثانية واحدة. بقول لك ايه، وحيد اقول لسه ان انا جاية له حالا، وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرنم الصبح. الو ايه يا استاذ فوزي؟ اهلا اهلا، وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة، انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ، ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامة. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجة خالص اشتريها. هو تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجة اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ هي فين ولاء؟ انت بتضحك عليا يا علاء؟ طبعا بضحك عليك. ثانيه واحده، ثانيه واحده بس، عايز اوريكي صوره حلوه كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم، حرام عليك. انا يوميها زقتك وجريت. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصوره ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجه، حرام عليك. هو ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجه. اسمع الكلام والنعمه هتفضحني. انا عايز افهم انت هتستفيدي ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحه. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعت عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب، سافر بيت. خد طبعا مجنونه، خد اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زباله. الدنيا كلها بقت زباله. عايش خلاص يا حاج.
ما نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرسي كوكي ملحتي ايه؟ مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي ربنا يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ مش قادرة، كعبي هينخلع مني. هو احنا هنخش عند الدكتور امتى؟ معلش يا روحي استحملي يا اختي شوية، تعالي على نفسك. ربنا على القوي. اصلا يا اختي متجوزة ارهابي بعيد عني، عرف بس ان رجليها خدت عتبت الباب يا لهوي اتجنن كسر البنت على الاخر اهي. ما تنفعش تاني البصله. ما تهدوا بقى يا جماعه، القبله دلوقتي هتدخلكم للدكتور. مش كده القبله؟ حاضر يا جماعه لحظه واحده. يا حبيبتي ما الدكتور لازم يتصرف. امال البنت موجوعه على الاخر. يا جماعه حرام عليكم، مش معقول كده. ست البحرين الله. قولي يا حبيبتي قومي. احنا لسه هنستنى يا بنت شويه. لا ما ينفعش يا استاذه كده، واحده واحده. واحنا داخلين السيما يا اختي واجي وشي. يلا يا حبيبتي يلا. انا اسفه يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس. فدحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده، هتشطب. طب ليه كده؟ ليه مشكله بينك وبين خالد؟ انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني لخالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير، بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري، اقسم بالله العظيم وحياة حبستي في السجن ظلم. لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتاخرش. لملي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. تمام. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد وكمبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك.
انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يكفي يا استاذ. شوف يا حاج، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق، بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف.